فإذا من يجحد بآيات الله كافر ظالم ختار كفور. ما المراد بآيات الله؟ كل شيء نزل من عند الله تعالى وكل شيء صدر عن الله هو آية من آياته، مو بس آيات القرآن هي آيات، لا، كل شيء آية لله تعالى، كل حتى خلق الله تعالى هي آيات لله. فمن أنكر بأن الشمس خلقها الله تعالى فقد أنكر آية من آياته. وأعظم آيات الله وأفضل آيات الله وأجل آيات الله وأزكى آيات الله وأسمى آيات الله وأكمل آيات الله وأجمل آيات الله وأعز آيات الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فيكون جحدهم من أعظم الجحد. من يجحد محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله هو من أبرز الكافرين والظالمين والختارين الكفورين. روحوا شوفوا الروايات، تجي للروايات عن أهل البيت، الروايات كثيرة. وما يجحد بآياتنا، قال آياتنا علي والأئمة من ولده، أي محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، لأن النبي هو سيد الأئمة سلام الله عليهم وسيد الخلق أجمعين.